紫电。ان شاء الله العدد اللي كاين عندنا تقريبا 47 مستفيد من هذه الدوره غيكون عندهم واحد بطاقه تقنيه تبعهم دائما المباراه في العروض فيها الامسي فيها لاميتراج فيها التدريب فيها الاداره فيها بزاف. فاليوم ان شاء الله حاولنا اننا نبداو مشروع ديال بطل او حكم اولمبي من مدينه سعر. مشروع الحكام ماشي يدير دورة ماشي دوري تيكب يقول لي انا غادي نزيد لا وعندنا بطاقة غادي نعطوها لكم ماشية كل واحد نعطوها له غادي يدير بها المعلومات ديالو الخاصة. هذيك البطاقة غادي تلتزم دائما اي دورة ويلي لقيتيها نشوفو التاريخ ديالها المعدل ديال فيها اي دوري حكمتي فيه غادي نسجلو التاريخ ديالها المعدل ديال ريان فاضل وليست ريان هي لابسونس مش باين الشرطة هي غيبة فاطمة الزهراء الحي صوفيا اسماعيل هميمة بلغش هاني مسلم أجاو بيان يوسف الشرقاوي يوسف الشرقاوي جمعية أمل عيطة مريم الجميلي يحيى نرجو حاتيم سيف الدين والد هاجر الساوس خولة باكر محسين بوكيلي شفت هاد الفكره وديجيتال
بعد تقريبا واحد 3 شهور كنت في فرنسا واحد لوبون انترناسيونال. هذاك لوبون اللي مشيت له لقيت راسي انا واحد سكوي مشروع اولمبي لوجيكتيف ديال التداول ولوجيكتيف ديال التداول اللي كنا في ستاج ماشي هذاك هذا نتوما اول حاجه مهارات التواصل يجب ان يكون قادر على اتصال طلب اعاده فيديو من المدرب الى الحكم فيديو ثانيا يجب ان يكون قادر على التواصل مع المسؤول عن البطوله اذا طلب الاجتماع ثالثا يجب ان يفهم الجهات حتى الوسط قبل البطوله الحاجه الاولى يجب ان يكون قادرا على اتصال طلب اعاده فيديو من المدرب الى الحكم فيديو لماذا واش فاش يجي البطاقة ديالو تيقول فيديو لو بلان مثلا تشري الحكم الوسط عطى اطلاق ديال الكامشا يجلس له كامشا يمشي داك الطالب ديال الحكم يمشي عند رئيس الطاولة ولا الفيديو بلان تيقول له راه قال لي تمشي ضرب الشاشة المغرب ولا هو كان عطى اطلاق مثلا ديال الخروج عطى اطلاق ديال الخروج عطى اطلاق ديال الخروج حتى هو قال لي مثلا طاح ولا عطى شي اطلاق شي والو يجي تعطي داك الحكم فيديو بلاك تعطي اشاره تقول ارسل تكون هو خارج داك الاشاره اللي كدير هنا تيضرب كلشي بزاف هنا يجب ان يكون قادر على التواصل مع المسؤول على البطوله عند طلب عقد الشيمة قبل البطولة ديما كنديرو واحد الشيمة الساعة ولا الساعة على حسب الرئيس المدير الفني ديال ديك البطولة مثلا اليوم حنا مع جوج نجوم 8 8 ونص حضرنا ديما مع 8 يعني ديما كنكونو فرق واحد نص ساعة البطولة تكون فرق ديال الساعة ديما مكنديش انا ديما مع الساعة كنشوف ديما الساعة ولا الساعة هادي مصيبة الحكاية نجي ديما اجي التليفون تيجي ديما نقي شنو مزيان في السوق الحقيقية الكرافات ديالو البنطلون ديالو السباطري ديالو ابيض مكيكونش هو تيجي السباطري بيضا حتى تكون السباطري بيضا كيجيو احمر ولا ازرق ولا خضر تكون انيفورم واحد وخصو يكون عارف يجب ان يفهم توجيهات حتى الوسط قبل البطولات تكون عارف وتيجي تحكيم اون جينيرال يعني مكنتش تجي تحكم وانت ما عرفتش شي حاجة والوضع ما عرفتش شي حاجه ليش ما طلبتش يمشي قال لي خرج اوتوماتيكو اليوم المباراه ديالي شون كم شون مشيت نبقى نفكر خرج من دار الفور طاح من دار ديال السوق شد من دار الناس كنحسن بزاف ما بقاش نفكر وحنا ما وصلش صافي هادشي اللي كاين من افضل السبب اللي حنا ندير اتخاذ قرار صحيح هو فوز افضل في هذه المباراه يعني كنمشي كناخد كنقول اللاعب لاعبين هذا صافي كندخل كاليو شام 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 ما كنترددش افضل كاليو هذا الجلال كان كاليو طرف كنفكر ولا هو تيجي شد بس يلا بس كلو ما بيش كلو ضربه نشوف شو وقع فيه رجع يزيد اللي قال لا يزيد اللي قال لا يزيد لا تزيد علاش نضرب بس يعني اذا ضربت كنعطي نقطه كبيره النقطه ديالي كتكون هي اللي تكون الربح تمام تمام مثلا ضرب واحد الخطا الناس الخطا
هنا يجب ان يكون لديك شرط يكون له حافز عن سقوط في مواقف الصعب. تكون جيد هذه الخدمه هذه ماشي تحكي ماشي تكون مفروض عليك انت باغي شكون اللي فرض عليك باش يجي اليوم هذا الدار تكون في التسليم هذا كاين شي بيبي باغي حتى شي حاجه هذه مزيان هذا هو البرانسيب تكون انت باغي تهضم من هذا انت تكون باغي تهضم من هذا هذا فيك تبدا كدير شي دوري زوينين اللي كتميز بهم ميزة على حتى شي واحد احترام استجابة للاستدعاء والاحترام والالتزامات مثلا انا بناخذ التظاهرات الاوتوماتيك ان شاء الله ان شاء الله مثلا الدوري يبدا مع 8 و 9 مع 9 باش خصنا نقولوا احنا 8 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9
عمليه الوزن هو انه جبنا الوزن ديالنا فوقاش نهار ديال المنافسه نهار ديال البطوله كنهزو العدد ديال البيضه كنديرو له ميزان عشوائي حمايه للعب فاهمين يعني كنديرو الميزان العشوائي خاصو يكون الميزان اللي دار قبل يعني اللي تحط فيه قبل مازال عليه 2 كيلوغرام يا شكرا يتم اختيار معي عندي عشوائي هو الميزان اللي دار مع المعدي يكون فيهم يجب ايضاء الوزن العشوائي مع السلاح الجيده 500 من الوزن المتبادل ما عدا الوزن الثقيل يكون الوزن العشوائي هو لو عيد يكون ليس في الوزن ديالو ولكن بالنسبه للوزن الاخرى فهم واضح امور زمن المباراة زمن المباراة بالنسبة للقانون التحكيم عندنا نظام أفضل من جولة بمعنى عندنا نظام جولة عندنا فائز في كل جولة يعني كل جولة كتلعب برد عليكم نتابعوا معايا شنو على كل جولة تعتمدش فارق النقاط دومي فينا والفينا يصير بالنسبه ديالي هذيك 100 بعد ندوزو ها هو البروتين ها هو الكاف ها هو الراس وكيفاش غادي يشتغل التعريف اللي غادي تسجل بها هي اول حاجه خطه اليد اللي هي الفلاش تؤدي اسئله الخطه الاستعمال هذا الامامي الدفاع والموضوع الموضوع من المقطع ثلاثة هذيك الأحكام دي كتكون مقفلة والفهم ديالي كيمشي لهيا ولا يدي هذا مطلوب نجي هنا أولا دير فيه الفهم ديال الكونتور دونك المعيار ديال الفهم تيكواندو هو جوج واحد استراحة عندكم يلا نوض اش كديروا فيديو ما كدايره انت شنو كتبتو زاق من الزنزير ما دخل كل شيء عشان يبقينا احنا يلا الله اخسر يلا ندخلوش مقدين على شيء ندخلو عساي ندخلو من الدولي مش عاوقة قيدك شوف اسمع الصف الاخير فيه ثلاثة ولا قبل منه فيه أربعة ولا قبل منه فيه أربعة غيعطيني الصف الاخير لا اللي قبل منه لا اللي قبل منه يجيب عندي ديك الرابعه تي تي ها قبل الشاشه
حيت الكرسي وصل 10 في المدرب. أحمر.
كما قال الاستاذ منير لا شيء شيء بازيك اوتوماتيكمون داك لي كوتش اللي كتفرج فيه يعرفوك حكم فاشل انا ما علاش حكم فاشل حكم جيد يدير لا بريزونطاسيون ديالو كيما لا بين لي زاتليت تنسى بلي هذا بزاف بغيتو نديرو Bien. Je vais aller bien. Je suis chassé. Bravo.
En position. ما كنحشمش خرج داك ستريس ديالي داك الضحك ديالي اون بوزيسيون اسمعش كتعاود ليا انا شوف شوف en position. En position. Thank you.
ماشي بومسي ما كاينش اوكي ويتي هنا مطلوقين ماشي مجموعين ماشي مطويين هكا ماشي كيشوفوا هكا حتى كتشوفوا الخط جمي سيجا وجمي يضغط هنا اوكي سيجا سانتيو هيا En position, très bien. Thank you.
صافي هنا وين سالي الجمعي سيزار باقي يدير شويه ونجو بوش معاهم هما كيتحركوا كيلعبوا تحرك معاهم اوكي هنا كلو كيزار اوكي في موقف فاهمين هذيك اللي كيز من سالي سيزار باقي يدير شويه لا موقف عادي والتركيز ديالي مع لي جوج فاهمين علاش لان البومسي اللي غدير الي ماكي دو سيري ديك هكا عندي باقي السيرة بصيرة خمسة فهمنا الا خرجت يدي السيرة بصيرة خمسة داكشي متخوخ في البومسي يكون دقيق حتى في الجنس ديالنا راه مكانش ديال تو هو شي هكا مزيان تو هو كاين تريومل با با هو يدينا يدينا لا تو هو اوكي شكرا كيريو انا ابو ازر تبنو صافي كيريو Yeah.
الضوء الاحمر اش كديروا؟ نعمروا نشوف بوجور تصورينا حنا بوجور فيس فيس كوتي شو هادي تاعي عمري انا راه ساوي